صفاء صفاء. ايه يا دي؟ صفاء فين يا ام؟ خضتني يا اخويا. صفاء فين يا ام؟ بايتة عند خالتها. ايه مالك؟ وتخليها تبات عند خالتها ليه؟ وفي ايه انا لما تبات عند خالتها؟ يا اخويا ما تخافش على اختك، اختك تشرف في اي حته تروح. روح نام انت بقى. نام. هكلم خالتي الاول. وسيبيها تبات بره ليه؟ ما عندناش بيت. الو. ايوه يا خالتي. ايوه يا صلاح. لا يا حبيبي نايمه. هو في حاجه؟ لا ابدا، كنت بطمن عليها. طيب يا صلاح تصبح على خير. وانت بنقل بتقولي نامت نامت. ما هو مش معقوله يا خالتي 24 ساعه بيراقبني، بجد بقت حاجه تخنق. خايف عليك يا بنت. خايف عليا من ايه؟ هو انا عيله صغيره؟ اتصل وعرف ان انا عندك، ايه لازمته بقى خليني اكلمها؟ مش مصدق يعني ولا ايه؟ والله ما خدت بالي، ده يبقى واد قليل الادب لما اشوفه. لو النبي يا خالتي ما تتكلميش معاه، احسن يعمل من الحبه قب، ده بيراقبني في البيت وفي الجامعه. طب يلا نامي تصبحي على خير. انت من اهله. لو عوزتي تاكلي ما تتكسفيش، اندهي عليا انا صاحيه. حاضر. ايوه يا خالد. بقول لك ايه، انا مش هعرف اكلمك دلوقتي، خالتي صاحيه وصلاح رايح جاي يتصل، فلو لقى التليفون مشغول هيطين عيشتي. لو سهران شويه ممكن اكلمك.